بالخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هتكلم على افضل وابسط برنامج مونتاج ممكن تستخدموه فأقل من 5 دقايق تكونوا مخلصين الفيديو بتاعكم اللي انتوا عايزين تعملوه، سواء لو انتوا عايزين تجيبوا مجموعه صور وتدخلوا عليها موسيقى، او سواء عندكم فيديو عايزين تعملوا ليه مونتاج كامل، ملصقات، صور، تأثيرات، موسيقى، كل اللي يخطر على بالكم موجود جوه البرنامج ومجاني كمان. برنامج رهيب وبسيط في نفس الوقت، برنامج سهل التعامل معاه. يلا بينا نخش على الطريقة. وزي ما احنا متعودين على اي برنامج هندخل على متجر بلاي وهنكتب في السيرش فوق انشوت. اهو يا جماعة ده البرنامج بتاع تصميم الفيديوهات وتعديل الفيديوهات. طبعا انا منزلها عندي على الجهاز. برنامج رهيب جدا جدا، مساحته قليلة. هنعمل فتح، هنقف على الفيديو، بعدين هنعمل علامة الزائد، وبعدين هنختار الفيديو ده الفيديو اللي كده خلاص دخل الفيديو معايا. تعالوا بقى نمسك واحدة واحدة في الخط اللي تحت ده. حجم الصورة، يعني انت عايز تحط الفيديو ده فين؟ على انستجرام يبقى هيعمله لك كده، على اليوتيوب يبقى هيعمله، كل حاجة ليها ابعاد، على التيك توك كل حاجة ليها ابعاد. ده تويتر، 3/4 ده تويتر، يبقى انستجرام، يوتيوب، تيك توك، تويتر، اللي انت كل واحد ليه مقاس معين. طيب يبقى احنا كده عرفنا حجم الصورة. الموسيقى، يعني انا عايزة احط موسيقى على الفيديو بتاعي، اعمل كده واختار موسيقى عندي من على الجهاز، وام اختارة كده وام عاملة استعمال، خلاص دخلت الموسيقى، وام عاملة كده اهي، اخلي الموسيقى تشتغل مع الكلام، او عايزة مثلا الموسيقى من اول هنا، الموسيقى من اول هنا، احرك زي ما انا عايزة الموسيقى اهي، وام عاملة مستوى الصوت في الموسيقى عاملة عليها كده، وام عاملة ايه، خلاص كده دخلت موسيقى. حجم الصوت 3 4 5، ازود ونقص من المؤشر ده يا جماعة، يعني اعمل كده الموسيقى عالية جدا اهي، اعمل كده الموسيقى منخفضة عندي عشان الكلام بتاعي يظهر وانا شغالة، واعمل علامة الصح كده. يبقى انا عملت ايه، دخلت الموسيقى واعمل علامة صح، خلاص يبقى انا كده عملت حجم الصورة وعملت الموسيقى. الملصقات، هو البرنامج فيه ملصقات حلوة جدا جدا، يا هنا يا هنا مثلا، دي انتوا بتختاروا الشير مثلا اهي، تحطوها كده، تحطوها هنا، تحطوها زي ما انتوا عايزين، يا تعملوا حاجة اسمها ملصقات، دوسوا على اول واحدة عايزين بقى تجيبوا صورة دي، او يعملوا علامة الزائد وتشوفوا الصور فين في المعرض عندكم. انا طبعا كان عندي صور في الجهاز قبل كده اهي، وما عامل علامة الصح، واشوف بقى انا الملصق ده عايز احطه فين، هنا كده مثلا، امشي كمان اهي، عايز احطها في الجزء ده مثلا، يبقى انا كده دخلت صورة، طبعا ايا كانت الصورة بقى اللي انا هدخلها يعني، واقوم عاملة كده اصغر الصورة اهي، واقوم حطها هنا مثلا زي ما انا عايزة بقى، ايا كانت الصورة اللي انا عايزة احطها هنا ايه. يبقى الملصق ممكن يكون ملصق جاهز في البرنامج اهو، وبيديك مجموعة ملصقات كتيرة جدا اهي، في سبسكرايب وفي لايك وفي شير اهي، لايك جميلة جدا اهي، احطها في اي مكان في الصورة واعمل علامة الصح، اختار، وبعدين انا عايزة احط اللايك ده هنا، عايزة احطه هنا بالمؤشر من تحت كده، واشتغل اهي، احطها هنا، عايزة اعملها كده اصغرها شوية، اجيبها هنا، اجيبها هنا زي ما انا عايزة. يا جماعة البرنامج رهيب اهو، وبعدين اعمل علامة الصح. يبقى انا كده خلصت حجم الصورة، الموسيقى، الملصقات. بعد كده على حرف التي ده يعني اي كلام، تكتبوا بقى اي كلام، مثلا طريقة عمل، هكتب اي حاجة، انا بديكوا بس مثال. هنا بقى اللون بتاع شايفين الالوان بتتغير ازاي، اللون الخط، الحدود، بصوا ركزوا، شايفين الحد بتاع الخط، الظل، البطاقة، يعني وانتوا طول ما انتوا ماشيين تشوفوا. طب انا عايزة في النص ممكن كمان، بصوا شايفين البرنامج رهيب، ادخل بقى هنا، اعمل هنا، اطلع فوق، انزل تحت، اعمل كده مثلا، اعمل كده، اعمل لها كده، عايز ليها خلفية، الكلام ليه خلفية او من غير خالص، اعمل ايه، بدون دي، بدون خالص خلفية، في خلفية ابيض واسود، خلفية احمر، خلفية الوان. انا بوريكم يا جماعة البرنامج رهيب، انا بمشي بسرعة معاكم علشان البرنامج سهل. هنا الايه، هنا تغيير الخطوط، بصوا في عربي وفي انجليزي، طول ما انا بمشي بيغير الخط، هنا الحروف اهي، بتكبر الخط، بتصغر الخط،
طيب انا كده خلصت الخط. طيب الكلمه دي انا عايزاها مثلا هنا، او عامله كده امشي بيها بالكلمه كده عشان انا عايزه اقف هنا مثلا، يبقى انا كده مشيت بيها، عايزه اكبر عايزه اصغر. بعد ما اخلص اعمل علامه الصح. يبقى انا كده خلصنا لحد النص. الفلتر في ضبط، الضبط اللي هو العادي تمشوا بقى مع الصوره تعملوا تباين اهو. بصوا الصوره اتغيرت ازاي في التباين، اللون شايفين الالوان بتتغير ازاي، التشبع كده بالزائد وكده بالسالب اهي. اعمل علامه الصح، كل ما اخلص اعمل علامه الصح. طيب الفلتر بيديك بقى فلاتر هي جاهزه اهو، امشي كده اقف كده يديك فلتر جاهز. كل ما نقف على البرنامج الفلتر اهو ابيض واسود مثلا وما عامل علامه صح. طيب نعمل علامه الصح. طب انا لو مش عايزه ابيض واسود ورجعت في كلامي، السهم ده يجيب لك ايه؟ التراجع. السهم ده يعني يجيب لك التراجع. كده خلصنا الفلتر. انا بقى ايه عايزه اشيل جزء من الفيديو. التقسيم ده يا جماعه، طيب انا التقسيم يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا عايزه مثلا اشيل جزء من الفيديو بس في النص، في الاول بعمل كده، دي معناها انا عايزه اشيل الحته الاولانيه. طب في الاخر او ما هو دي كده بشيل في الحته الاخرانيه. طب انا بقى لو عايزه اشيل الجزء اللي في النص ده اقف يعني لحد هنا كده مثلا واعمل تقسيم وامشي كده، خلاص انا شلت الحته دي كلها، اسملي الفيديو نصين اهو كده نص ونص. انا عايزه اقطع تاني، عايزه امشي كده شويه وبعدين اقطع بعد هنا، اقوم عامله تقسيم واقوم ماشيه كده، يبقى انا كده قطعت الجزء ده كله. تقسيم امشي كده تاني، امشي امشي امشي. طب انا عايزه اقطع بقى الجزء ده تاني، اقوم عامله تقسيم اهو ويقف وامشي بالسهم، يبقى كل ده اتشال خلاص. عايز تراجع اعمل تراجع، تراجع لو انا عايزه اتراجع يعني. الحذف يعني انا وقفت كده مثلا وعايزه اشيل الجزء ده كله، يعني اقف كده اشيل الحته دي واقوم عامله ايه؟ حذف، خلاص اتشال. عايز اتراجع اتراجع عليه. الخلفيه، الخلفيه بتاعه الفيديو كله اهو، بصوا مش عايزه خلفيه خالص، عايزه الخلفيه بتاعت نفس الكلام اهو. نجيب كذا خلفيه حلوه جدا من فوق ومن تحت، الخلفيه بتاعت الصوره نفسها او الخلفيات جاهزه اهو بيديها لك خلفيات الوان جميله جدا. واعمل على مدار ايه تاني؟ اقتصاص، انا عايزه مثلا اقص الفيديو كده من فوق ومن تحت اهو كده، خلاص ظبطت. حجم الصوت ده خلاص. التدوير، بصوا ده يعني تدوير الفيديو اهو. القلب يعني اللي بيصوروا سيلفي دايما، اللي بيصوروا سيلفي بيعملوا حركة القلب كده من هنا لهنا، يعني مثلا دي ايدي الشمال اهي، لا انا عايزه اعملها الناحية التانية اهي، ايدي اليمين دي يمين ودي شمال كده. خلاص خلصنا. هنعمل بعد كده ايه؟ مونتاج يا جماعة اسهل مما تتخيل، برنامج رهيب وسهل. خلاص كده انا خلصت، هعمل حفظ واقوم عاملة حفظ. هنا بقى بيقول لك الدقة، لو انت عايز اعلى جودة عندك في الفيديو هتعمل الدقة 1080. طب انا لو مش عايزة حاسة ان الدقيقة عليها 92 ميجا كبيرة جدا، اعمل ايه؟ او ادخل على كلمة الدقة واختار 720، حاسة ان هي كبيرة برضو اختار في 500. شايفين صغر ل 20 ميجا ازاي؟ ممكن بقى اشيره على الواتساب لو انا عايزة، اشيره على الماسنجر لو انا عايزة. طب انا لو عايزة بقى احطه على اليوتيوب هعمل ايه؟ هعمل دقة عالية جدا طبعا، هعمل دقة عالية جدا. وهم عاملة حفظ خلاص هينزل مع، خلاص يا جماعة كده نزل اهو. ده الفيديو اللي احنا عملناه اهو اشتغل اهو، الصورة اللي احنا حطيناها اشتغل، ده الموسيقى بكل حاجة. يبقى احنا كده خلصنا اول حاجة في البرنامج. تعالوا ناخد حاجة تانية، لو انا عايزة احط مجموعة صور بقى اعملها فيديو، يبقى صور وادخلها في فيديو، هدوس برضو على فيديو وهعمل علامة الزائد وبعدين هختار صورة واختار مجموعة الصور اللي انا عايزة اعملها فيديو اهو، واعمل علامة الصح في الاخر اهي. دخلت الصور كلها اللي انا عايزة اعملها كده، دخلت مجموعة الصور اللي انا عايزة اعملها فيديو. طيب اول حاجة بيقول لي عليها برضو حجم الصورة، برضو احنا متفقين احنا هنحط الفيديو بتاعنا فين؟ على التيك توك، يبقى ليه ابعاد معينة. الانستجرام ليه ابعاد معينة، اليوتيوب ليه ابعاد معينة، نشوف احنا هنحطه فين. نعمل علامة الصح. الموسيقى، ادخل بقى موسيقى من عندي المؤثرات، موسيقى. وعلى فكرة البرنامج برضو فيه موسيقى هو بيجيبها، انا مش عايزة من جوه البرنامج، انا عايزة مثلا موسيقى من عندي اهي، واعمل استعمال كده. خلاص دخل الموسيقى مع ال، بصوا سامعين؟
طيب انا عايزه مثلا اوطي الموسيقى شويه، اوطيها اعلي الموسيقى اعليها على الاخر اهي. الموسيقى طبعا مع الكلام لان مفيش اصلا كلام. يبقى انا كده خلصت موسيقى مع الصور. ملصق لو انا عايزه بقى احط ملصق مثلا وانا ايه كده مثلا، مثلا شيل حط اي ملصق بقى احنا عايزين نشتغل عليه. احط الملصق بطول الفيديو مثلا، احط الملصق الشير ده بطول الفيديو، ام ايه ماشيه بيه لحد اخر الفيديو اهو. شايفين يا جماعه؟ طيب إيه دي كده خلصناها ودي خلصناها. النص عايز اكتب اي حاجه برضو على الفيديو، كل سنه وانتم طيبين اهو. مش عايزه ايه او عامله كده او عامله كده، اختار بقى اللون الحدود اهو، كل سنه وانتم طيبين اهي يا جماعه، وعامله على الصح. يبقى انا عملت كل سنه وانتم طيبين. انا عايزاها هنا مثلا اهي، عشان بعد دي احطها هنا. انا اشوف بقى الحته اللي انا عايزه احطها اهي مثلا، يبقى المجريه كده كل سنه وانتم طيبين اهي. خلاص انا بديكم امثله في كل حاجه. ايه عايزه اعمل فلتر، اختار الفلتر اللي انا عايزاه اهو. بص يا جماعه الفلتر اللي انا عايزاه على المسح. بيقول لي تطبق على جميع الصور ولا الصوره دي بس؟ اقول له لا الصوره دي بس، اهي الجزء ده بس انا عايزه عليه فلتر. طيب في حاجه تانية بقى، المؤثرات عايزه اعمل ايقاع. بصوا شايفين الزوم ده هم عامله كده مثلا، الايقاع ده مثلا عايزه احطه مثلا في الحته دي او ماشيه كده. انا عايزه اعمل في الحته دي ايقاع، هوريها لكم هتعمل ازاي. بصوا انا دلوقتي هشغل اهو، بصوا اهي شايفين الايقاع اللي عمله ده اهو. طبعا مش عايزه اعمل الحته دي كلها، عامله كده اثنين بس او ثلاثه اهو. في برضو تأثيرات تانية، انا مشغله بس بسرعه شويه معاكم علشان الفيديو ما بقاش كبير قوي عليكم. المؤثرات في قديم حلو قوي، القديم ده عايزه اجيبه لكم الصوره باينه شويه اهو. مثلا بصوا التحويل بتاع الصوره، بصوا الصوره هنا ظاهره ازاي، بعد كده يعملها قديم. هي التأثيرات اهي، خلاص كده المؤثرات خلصت. تقوم عامله علامه الصح. المدة الزمنية، المدة الزمنية أنا مثلا شايفة هنا المدة الزمنية خمس ثواني، لا أنا عايزة أعملها كده مثلا بقت اتنين أهو. بصوا صغرت، أو أبقى وأدوس كده وأعمل من هنا كده مثلا، عايزاها واحد ثانية، اتنين ثانية، تلاتة ثانية، خمسة ثانية. شايفين المؤشر ده بتاع الثواني، بتاع مدة كل صورة أنتوا عايزينها قد إيه. طب أنا لو عايزاها كلها، كل الصور مثلا كل صورة تاخد دقيقتين أو معملها دقيقتين كده، او اشغل صوره صوره، لا انا عايزه صوره مثلا مده طويله وصوره مثلا مده صغيره، نتحكم فيها زي ما احنا عايزين. التقسيم انا مثلا عايزه اجيب دي كده اهي، اقف هنا برضو كده، اقف دي كده، هجيب دي كده اهي، دي معنى التقسيم. إيه عايزه احذف صوره، اقف عليها كده واقوم عايزه احذف الصوره دي مثلا، اقوم حذفها. الخلفيه اهي برضو اهي، الخلفيه نفس الفكره بتاعت اللي هناك. الـ ده بتاع ايه، القص الفيديو. إيه القلب اهي، بقلب كده بقلب كده. خلاص حفظ، يعني انا ماشيه معاكم بسرعه. الدقه زي ما احنا عايزين هنا اهي 420، لما غيرناها بقى 22 ميجا. هعمل حفظ، اعمل صوره. البرنامج ده مش مونتاج يا جماعه للفيديوهات بس، لا الصوره كمان. بصوا الصوره دي مثلا انا عايزه اهي جايبها، حجم الصوره لو انا عايزه احط الصوره على انستجرام ليها ابعاد معينه، عايزه احطها على اليوتيوب ليها ابعاد معينه. عايزين نعملها قلب، هنعمل تدوير ونعمل قلب كده او كده. طبعا هنا دي كده عشان احنا دورناها اهي واهي، هم عاملين علامه الصح. الملصق عايزين نحط ملصق على الصوره، نحط مش عايزين خلاص. ايه عايزين مثلا نغير الخلفيه اهي، نعمل كده نغيرها خالص، نخليها اسود نخليها ابيض زي ما احنا عايزين. الخلفيه الوان، الخلفيه ابيض اسود. طبعا احنا لما بنكون عايزين نحط الصوره، ابعاد الصوره دي تتحط على الفيسبوك بروفايل، سوز بروفايل، او على انستجرام. الابعاد دي بالظبط نفسها هي بتاعت الفيسبوك، هي بتاعت الانستجرام، هي بتاعت الواتساب كمان عشان بتاخد الابعاد دي كلها. فصوره البروفايل بتاعت الواتساب، بتاعت الفيسبوك، بتاعت الصوره بتاعت الانستجرام، عايزين تحطوها تشيروها على الانستجرام على طول. اهي بصوا مثلا هنعمل حفظ، انا هعملها فيد اهي. بصوا الابعاد كلها دخلت جواها الانستجرام ازاي، هعمل كده
عايزين تعملوا بقى جوه انستجرام. احنا جوه انستجرام دلوقتي يا جماعه، خلاص هحطها، خلاص انا بس بوريكم انستجرام تدخل جوه ازاي. اخر حاجه بقى في البرنامج يا جماعه، هنعمل كذا صوره. بصوا لو انا اخترت مثلا كذا صوره اهو، لو انا اخترت كذا صوره في صوره واحده اهي، واعمل تصميم. بصوا التصميم، بصوا بيعمل تصاميم حلوه قوي اهو، شايفين التصاميم؟ اختاروا بقى اللي انتوا عايزينه اهو. برنامج رهيب يا جماعه، في كذا حاجه. بصوا التصميم ده حلو قوي، في كذا حاجه. هنعمل كده مثلا، عايزه اعمل حجم الصوره، برضو هحط الصوره فين، احطها على التيك توك ولا انستجرام ولا على اليوتيوب، احطها مثلا على انستجرام. الفلتر كل حاجه بتشتغل فيها اهي، كل حاجه. انا بس بمشي بسرعه، معلش اعذروني علشان انا عايزه اعمل لكم الصور. طبعا احنا عملنا 4 صور، ممكن 3، ممكن 2، حدود. بصوا الحدود اهي، هنا شايفين لحد اللي بره لحد اللي جوه، اللي هي بقى اللي بصوا الصوره بتتعمل ازاي. بصوا شايفين الصور، طبعا انتوا شايفين كل ده. كده يكون هنعمل بقى حفظ فين، وكده يكون خلصنا حلقتنا النهارده. تحياتي، اشوفكم في حلقه جديده.